بسم الله الرحمن الرحيم. اولا جيت انا دابا بغيت نهضر على الشيخ ناعم ربيع. جيت عندو من فرنسا، كنت كنعاني 17 عام وانا كنعاني. المرض ديالي كنت ديما مريضه، ديما لدرجه انني ما بقيتش حمد كاع نجلس في داري، ديما طاجه وليداتي ما بقيتش كنقدر نشوف فيهم. بزاف ديال الامراض كيبان وكنمشي للسبيطار كيقول لي ما كاين والو عندك، و يعني كنمرض صافي كنطيح حتى كيقول لي تنقول صافي هذه موت من بعد ما كاين حتى شي حاجه. هادشي يديروا لي الفحوصات وكل شيء كيقول لي ما كاين والو. حتى سمعت بالشيخ هذا الشيخ وجيت للمركز، الحمد لله الناس استقبلونا مزيان، لا الكاتبات ديالو ولا هوايا، كل شيء الحمد لله داز بخير. كيعطي خاطر مع الناس، تيتعامل مزيان، ما كاينش زعما شي حاجه ديال لا شبهات. داكشي اللي كيقولوا عليه زعما ان داك الشبهات اللي طاقين عليه ما كايناش. السيد تيتعامل في اطار العلاج فقط، ما كاين لا صور، ما كاين ديال لا تي زعما شي تحرش ولا شي حاجه. وهو في بلاصتو كيبقى جالس بلاصتو، حنا كيدخلوا معنا عائلاتنا، وهذا زعما ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. العلاج اللي داز زعما داك الشيء رائع. عمرنا ما كيطلبش الفلوس زعما، اللي عنده اللي ما عندوش كيتعالج كيف ما كان. يا اما انسان اللي في استطاعته كيتعالج، واللي ما في استطاعتوش ما حتى هو تيتعالج. زعما ما كاينش الفرق بين هكا وبين هكا، كيتعامل مع الناس وكيدير الخير. زعما كاين اللي حتى يدير معاه مسكين خير هو كيدير. والعلاج زعما داكشي مزيان. انا ما كنتش كاع متوقعه كاع انه زعما غادي نوصل لهاد النتيجه اللي وصلت ليها غير بجوج حصص، وزعما وصلت لواحد النتيجه مزيانه. الله يجازيه بخير. كان زعما الصراحه كنطلبوا ليه الصحه وسميتو بالمعاونه ديالو مع الناس والعلاج بحال هكايا. شحال من واحد مسكين تيجي فحال زعما يرتلها وكيعامو وكيولي بخير، وهذوك وزعما هذوك الناس اللي كي الله بوحدو اللي غيخلصهم، لان السيد خدام خدمتو وبالاحترام وخدام تيدير داكشي ديالو. زعما الصراحه خدام مزيان وشي حاجه اللي في متناول كلشي وكيعاون كلشي. كنتمنى الناس اللي يخفوا عليه من هذا الشيء وما يبقاوش يبقاو على داك القيل والقال. واحد كيشوفو يتقي الله وتيخدم شي حاجه ديال الله، ماشي زعما ما داخل فيها لا شعوذه، ما داخل فيها حتى شي حاجه. القران والرقيه الشرعيه وسميتو. نتمنى الله يكثر من الامثال ديالو ان شاء الله. نتمنى الله يكثر من الامثال ديالو. الان جيت نقول غير كلمه الحق الصراحه، انا ما واخده لا فلوس لا حتى شي حاجه، كلمه الحق في لوجه الله هذا تبارك وتعالى. فهاد السيد لان زعما راه ما كاين حتى شي حاجه، هو اصلا ما كاينش بعدا كاع دابا في المركز. انا جيت غير المركز هو مسافر ما كاينش. وكلمه لاي واحد في المستوى يستحقها، في باذن الله اي واحد في المستوى راه غيستحق ان تقال كلمه في الحق ديالو الصراحه. والسلام عليكم.